بضع ساعات قبل موعد الإفطار، فرصة جيدة أمام هؤلاء الباعة الذين يجدون في شهر رمضان مناسبة للحصول على مصدر للرزق، حيث تشهد الأسواق الشعبية في محافظة أبين انتعاشا ملحوظا خلال أيام الشهر الفضيل، ويتنافس البائعون في عرض سلعهم الرمضانية التي تتنوع بين المأكولات الشعبية خصوصا تلك المرتبطة بشهر رمضان. طلبات كثيرة وتكون الأشغال متوفرة، يعني والناس تكون بهذه الأوقات تكون منشغلة في هذه الحاجات من أجل توفرها، مثل السمبوسة والباقية والغروع والبطاط والشفوت يبيعوا برضه والخبز. في هذا السوق الشعبي بمدينة جعار اعتادت هاتان الطفلتان بعد نزوحهن برفقة أسرتهن من محافظة الحديدة على الوقوف ساعات طويلة في نهار رمضان لبيع بعض المأكولات التهامية كاللحوح والخبز البلدي، وهي خطوة تحدين فيها ظروف النزوح الموجعة واستغلالا للمناسبة لتحسين دخل أسرتهن. احنا نجي كل يوم من الساعة 2 انا وبنت عمتي نجي نبيع خبز ولحوح تهامي، يعني لان من شان حق العيد ومن حق رمضان حق من شان المصاريف. استثمار المناسبة واستغلالها في تحسين مستوى الدخل للكثير من الأسر هنا في محافظة أبين ظل عادة سنوية، لكن طبيعة الأسواق الشعبية كانت ملائمة أمام النازحين، حيث ساهمت في توفير فرصة عمل ساعدتهم في التغلب على الوضع المعيشي الصعب، خصوصا في ظل غياب الاهتمام الحكومي وتردي الوضع الاقتصادي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.